حبايبي بريك فري، كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده ان شاء الله بنعمل اول كويز. انت شرحت لي درس الجبرا اللي هو البرودكت، الكارتيجن برودكت، فبالتالي احنا لازم نشوف شكل اسئله عليه. الراجل ده لما يقول لي ان يبقى يقصد ايه؟ استاذنك ريز يور هاند وانا عليا ليك. ها قول يا قمر. نمبر يعني انا الاكس دي ست جواها تو اليمنتس، مين هما؟ انا مش عايز اعرف. وهنا ان بتاع الواي 2 دي واي 2 مش واي باور 2، يقصد ايه بان واي 2؟ هل دي معناها ان انا اشتغل عليها ولا المفروض من دي اجيب ان بتاع الواي نمبر اوف واي؟ ها ناخد دارين ولا وفاء؟ يبقى انا لما اديلك واي 2 اشتغليش عليها، تجيب النمبر بتاع الواي. هجيبها ازاي؟ علي صوتك. الجذر التربيعي يعني باخد سكوير روت لل 9 تبقى 3. فانا عرفت نمبر اوف اكس وادي نمبر اوف واي، اعمل لهم تايمز، يبقى هنا 2 تايم 3 ادي الاجابه. ادي اول سؤال. بالله عليك هل ده في فكره الناس اللي زعلانه؟ طيب تعالى يا مستر نكمل. بص معايا لو سمحت. لما ادي لك يا بابا الفورم ده وهنا بقول لك انا معايا اوردر بير، خد ده يا عم وفك، مش دي ست ودي ست، دي ست ودي ست، طب ما تعمل البرودكت اللي ما بينهم. يعني يا مستر اوردر بير 3 وام 3 و8 6 وام سكس وام مش عايزهم يتزاوجوا بعض و6 و8. يبقى انا جبت البرودكت ده، هو بيقول لك بره انا معايا حاجه بلونج، دي بلونج يعني موجوده هنا. طالما 3 في الاول هل ينفع كنت تختار دي؟ طب نختار دي؟ حلو خالص. طب يلا يا مستر انا بقول لك 3 و5 هل تنفع تختار 3 مع 8؟ ها؟ يبقى انا مين الاجابه بتاعتي؟ 5. نقول تاني؟ طب بص معايا. دي اللي فيها فكره. بس احنا الحمد لله واحنا بنحل اول درس اوردر بير قلت لك خد وحل. الفيرست ايكوال فيرست يبقى 2 باور اكس ايكوال 32. قلت لك ساعتها ان انا اقدر اشتغل بالكالكوليتر. هنا انا عندي البيس 2 يبقى انا بروح على الكالكوليتر. وأجرب أقول 2 وأدي هنا المفتاح بتاع الباور وأجرب 4 وأقول إيكوال. لسه أجرب تاني هرجع بديليت وأرجع بالأسهم وأعمل ديليت تاني وأجرب الأكبر منها 5 وأدي إيكوال. الله. يبقى ال 32 هحولها ل 2 عشان يبقى البيز ايكوال وبقت عندي هنا 5. هنا دلوقتي بقى عندي البيز ايكوال البيز. طب انا مش هكتب، ما تكتبش مش هزعل، يبقى الاكس ايكوال 5. طب ناس حلت على طول قالت لي اكس ايكوال 5، اقول لك تشوز انا مش زعلان بس كان لازم تعمل كده، ده لمصلحتك انت. نروح للنص الثاني، هناخد السكند ايكوال السكند. يبقى الواي باور 3 equal 27. لما يبقى عندي حاجة ليها باور 3 اخد ايه؟ كيوبيك روت. لما اخد كيوبيك روت ل 27 وبرضه قالتك الجميلة اوعى تفرط فيها، ادي مفتاح الكيوبيك بطلع على الشيفت وادي مفتاح السكوير روت يديلك كيوبيك روت وادي بكتب 27 وادي ايكوال بقت الانسر بتاعتي تبقى الواي ايكوال 3. يا مستر انا جبت اكس لوحدها جبت واي لوحدها انت عاوز ايه؟ انا عايز الاكس اوفر واي. خلاص يا مستر يبقى دي اوفر دي واروح ادور على ايه. اعيد تاني اقول تاني عشان خاطري على قد ما تقدر بعيد الامتحان مره واتنين، لو انت هتاخد بالك مش هناخد فيه وقت. نيجي للمسألة الجميلة دي. الراجل ده مديلك البرودكت بس ما ادالكش الاكس مين ولا الواي مين.
الاكس لو انا بدات بيها يبقى كل حاجه في الاول دي الاكس، يبقى الفيرست اكس اروح جاي اعمل ست وكلهم 2 خلاص 2. عايزها تاني؟ اقولها تاني. هو مديني البرودكت، مديني الانسر، انا اعمل ايه؟ اقول لنفسي الاول ده بتاع الاكس. يلا بقى، طب عايز الواي، يبقى التاني بتاع الواي اعمل برضه ست، يبقى 2 5 7. ادي الواي، ادي اول سؤال. النص الثاني، طب انا عايز واي برودكت اكس، يبقى انا ابدا من الواي. فاحنا بنعمل الكيرلي وابتدي بقى كاني بوزع، يا 2 روحي لل 2، يا 5 روحي لل 2، يا 7 روحي لل 2، بس اعمل اوردر بير. عشان انت بدات بالواي انا كمان ابدا بالاليمنت بتاع الواي، يبقى دي 2 مع 2، ادي 5 مع 2. اوعى تنسى الاوردر بير، ادي ال 7 مع 2. نقول تاني، ادي حبيبي ده الجزء بتاع الالجبرا، هعمل ستوب. ولو حد عنده اي سؤال حبايبي، انا في نفس اليوم في نفس الوقت اهو انا عامل كويس تاني على جزء الاناليتيك جيومتري اللي احنا خدناه. فالراجل الجميل ده قلت لك انه عنده اكتر من طريقه يسال بيها الديستانس. طب هو مديني بوينت بس قال لي الواي اكسس. اغلبيتكم بينسى ان انا لما اقول ديستانس ما ينفعش تبقى نيجاتيف، ما ينفعش، دي حاجه كده. فانت حضرتك قلنا ساعتها لما اقول لك واي اكسس تقول لي اخد الكوردينيت اكس، ادي ده الاكس ادي ده الواي. طب انت بتعمله في ابسليوت ليه؟ ابو عمودين ده صدايع نيجاتيف. طب لو قلت لك هنا اكس اكسس يبقى انا هاخد الابسليوت بتاع الواي. يعني يا مستر اكنسل النيجاتيف؟ فبقيت يا 2 5. انت حضرتك لا، ده انا بتاعت الواي انا اروح واخد مين؟ شكرا. طب اقول تاني؟ اقول تاني؟ لا. طب يلا بسرعه نشوف النص الاخير. لما اقول لك بروف ذات، راجل طيب، ان هم ارك لينير ومديني 3 بوينت، قلت لك امشي بالترتيب، هات لي الديستانس او اللينث بتاع اي بي. يلا نقول مع بعض الرول، ها؟ سكوير روت. انا هشتغل على الاثنين دول، اعمل براكت وبينهم بلس والاثنين سكوير وجوه ماينس. يا الله عليكم، يبقى انا باخد الاول مع الاول والثاني مع الثاني. طب يا مستر اقول 1 ماينس 4 ولا 4 ماينس 1؟ شغاله. الاثنين هيمشوا معاك صح، بس هو الاصح ان انا باخد من البعيده. 1 ماينس 3 ولا 3 ماينس 1؟ برضه انت حر، واجيب الانسر. طب ممكن تطلع الانسر سكوير روت؟ ايوه، ما تجيبهاليش ديسم. نقول تاني؟ طلعت معاكم كام؟ روت سكوير روت ال 13. بنفس الطريقه اروح اشتغل بي مع سي. بعد اذنك معاك رابر، معاك استيكا، علشان لما تيجي تشتغل ما تلخبطش نفسك. انا المره دي هشتغل على دول برضو، اتعود اهو وبينهم بلس. والغلطه بتاع زمايلكم كان لما بيجي يشتغل على الكالكوليتر هوريك غلط ازاي، واحنا برضو المره اللي فاتت قلناها. يلا يبقى انا هاخد مين؟ الاكس مع الاكس، يبقى ممكن نيجاتيف 5 ماينس 1. ايوه، او ماينس نيجاتيف 5 وهتديك ذا سيم انسر. يلا اللي بعديها، شكرا، وادخلها في الكالكوليتر طلعت كام؟ 2 3. طب تعالى بقى نشوف، طالما احنا بدانا نختلف تعالى نشوف يا مستر. ادي حبيبي السكوير روت، بص معايا لو سمحت. انت مستر جاي عشان تقعد؟ لا حبيبي، بس عشان تشوفوا الكلام. اول حاجه ادي براكت، وانا هكتب اهو النيجاتيف، انتوا ما بتاخدوهاش من هنا، بتروحوا تاخدوها اللي تحت الديفايد اهي، وادي نيجاتيف 5 وادي ماينس اللي هناك وادي 1. هقفل واروح طالع اخد السكوير. حضرتك اغلبيه الطلبه امبارح راحوا خارجين، بص بقى راح جاي مكمل. انا كده صح؟ علشان البراكت الثاني خرج من تحت السكوير روت،
تاخد بالك من اللي انا بقوله ده. هنا هو خرج، فحضرتك لا ما تخرجش، انا هرجع اهو ديليت وابتدي اكمل ادي البلس، هتلاقي الروت بيطول معاك اهو. يبقى لازم تاخد بالك من دي، ادي نيجاتيف 3 وادي ماينس 1 واقفل وما انساش سكوير وتعالى نقول ايكوال. طلعت 2 روت 3 ماشي، مش هنختلف. انا افكر الثالثه اخر حاجه، اخر حاجه جبنا ايه مع بي، وجبنا بي والسي، ناخد اخر حاجه الاي سي وبنفس الطريقه برضه. طيب ايه اللي احنا هنلاحظه؟ ان انا قلت لك واحنا بنشرح الدرس ده والسؤال ده جميل، انك لازم تلاقي الصم بتاع الصغيرين ايكوال الثيرد، يعني لازم لو عملت الدول بلس لو كانوا هم الصغيرين يديني الثالث، او تعالى يلا نشتغل على اللي بعديها. معلش يا مستر اطلع سنه، انا هاخد ايه مع سي؟ هناخد 4 يبقى نيجاتيف 5 ماينس 4، ولو عكستها برضه صح. -3 -3 شكرا. هنا ده نيجاتيف 9 دي 9 9 بيس 1 ايه 3 3 3 3 شكرا 13 قصدك. بص بقى ايه اللي انا ملاحظه، ان الاثنين دول لو انا عملت لهم بلس يبقى عندي الاي بي بلس البي سي ايكوال الاي سي. دي مهمه انك تكتبها، الناس زعلت وانت بتكتب لنا ايه، وترجع بعد كده تقول له ذن، يبقى لازم اكتب النقطه دي. ايوه عديتها، بس لازم تختم بكلمه ذن. البوينتس الاي والبي اند سي، انا الناس عملت لهم ايه بقى؟ قلت له اسرق الجمله دي، then the point are collinear. تيجي بقى حضرتك اهي تقول are collinear. هفتح النور ونعمل ستوب ونشوف كده الناس اللي احنا دينا حليناه يا ترى. امري الى الله. ثواني يا حنين. أنا جايب ثلاث حاجات مع إن المفروض إن هم أربعة. ده بسكوت اسمه داش بس حلو. ودي تقريباً من جوز الهند. ودي بسكوت بالشوكولاتة. مش شوكولاتة بس. إيه؟ قولي بس عايزة إيه؟ دول مش معاك شوكولاتة؟ ثواني. قولي على رزقك. معاك مش دي النيلة. ودي شوكولاتة بجوز الهند. أنا هوزع عليكم من عندي، بس يعني من عندي؟ أنا عايزك بقى المرة الجاية تاخد ال 10 جنيه وكمان تاخد حاجة تاني. وأعتقد إن الامتحان ما كانش فيه حاجة صعبة. حبيبة اختاري إيه؟ حبيبة على طول عشان عايز أبدأ في الحصة. دي؟ أه حنين. حنين ما هو يا حنين أنا جايب عجلة. أنا مش جايب واحدة يا حنين. على فكرة في إيه بقى؟ جرمين. ها يا جرمين خد اللي أنت عايزاه. يلا يا غريب. يلا. سلام يا حبيبي. معلش. عشان خاطري انا متخيل انتوا بتنافسوا العيال. يلا شوف عايز ايه وفطر. ماشي يا ريس ماشي اتفضلي. عايز ايه؟ لا وفطر دلوقتي. امسك بس انا لازم احط ده في الثلاجه. ها فاك يلا يا بابا ورجع. يلا يا بابا خد اللي انت عايزاه. حاضر يا بابا. اهي يا بابا موجود موجود. ها عمرو عايزك حبيبي تحاول تشد حيلك وانت شايف المجموعه هنا. صدقني مجموعة كويسة. أنا عايزك بقى تيجي تنافسهم حبيبي بعد إذنك يعني. طيب هنعمل برضو حاجة تانية أنا بعملها مع الولاد الصغيرين بعد ما أشرح جزء. أنا حاطط هنا عشان ننام بعد كده كويس. أنا هصور حد بعد 9 يقول لي بعد 9 9 ونص يبعت لي يقول لي اطبع جنيه. صدقوني أغلبية الولاد بالمواريد الصغيرين في الحصة ياخد خمس ورقات يروح يديهم لي اديله خمسه جنيه صحيحه مش كده وبس لا وبيكمل حل. انتوا فاهمين حاجه؟ بس دي مش والله حبيبتي انا اهو انا مستني بس كده هو يا بابا والله جنيه بس انا لما العيال بتاخد بروح كاتب في ورقه لان انا لازم اقول ايه خدي حقك. طيب بصوا معايا انا هوزع دلوقتي ده كل واحد يفتح
يقول لي ايه الغلطه اللي عملتها الناس عشان حاضر احنا ليه ما بنكتبش الاسامي حبايبي بالعربي بعد فوق. طيب ايه فاكر يا فاكر دايما اسم يا بابا بالعربي عشان فجر فجر احمد صح؟ ماشي يا بابا خدي شوفي كده عندك ايه غلط يا بابا. طيب ها انا مش عارفه هي كده صح ولا كده. حاضر حبيبي حاضر 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 وفاء شوفي كده عندك حاجه يا بابا المس قالت على حاجه يلا بسرعه. اعتقد دي دارين دارين اسمك دارين ايه؟ اشرف مش كده؟ حاضر انا مفيش. طيب يا بابا جميل شوفي كده يا دارين عندك حاجه يا بابا. طبعا هنشتغل من الحصه الجايه مش تاني. نادين عادي نادين خلي حمزه يحاول طب تصور عارف عارفه برضه مش زي ما انا متخيل. لا ده مس بعتهولي انا غلط. جرمين خد يا جرمين انت اصلا ما رحتيش للمس. لا يا الله يا مستر. طب روح بسرعه ايه بس هي مش مسرعه ما المره اللي فاتت انا مش عاملاه. طيب حاضر. طب يعني دلوقتي لا ما الامور كده. طيب المدير ده اللي يا ده بتاعك انت؟ لا طيب انا هرجع اقول لك. طيب خلاص كويس خلاص ماشي كويس. يبصوا بشويه انا كله ايه ده انت اوراق دراسات هو قاعد هو يا بنتي يا بنتي استني ورد كده وايه ده جدا نوز عشان الترتيب يا حبيبي. بس انا عندي عربي جاي. عربي جاي بس انا عندي عروض على الدبعه. طب ينفع بس اقول حاجه؟ طب بص معايا. لا طب ممكن نسمع انت بتراجعي ايه طيب؟ في حاجه عاملها لك يا بابا؟ ها وريني. ايه ده؟ هي عامله ده ايه؟ انا هقول لك يعني ده تاني؟ تاني يبقى 100 ده 36 فعمرها ما تدي فعلا 6 يعني ده 10 سكوير 100 وده 6 سكوير نادين فعمرها فعلا 6 بس. طب اعمليها تاني هتلاقي نفسك انت بتكوني رجعتي في كلامي. ها اسمعوني بقى بس انا مش عارفه دي كده صح ولا ايه علاقه. حاضر حاضر على فكره بتاعي ايه بس ممكن يكون الهرم ده من على فكره صح. طيب اسمعوني بقى بعد ذوق اسمع عشان انا حابب لان هنا مشكله في عندي حوالي 4 عايزين من 5 لربع يفلقوا عندنا تمارين او عندنا درس فعشان كده بص انا دلوقتي 4 لربع خدت اكتر من حقي ربع ساعه حقي في ايه؟ ان المفروض ان الوقت ما يزيدش اكتر من اللي انا قلته فبعد ذنوب على قد ما تقدر نيجي في ميعادنا. طب ايه يا وفاء؟ طب لو في حاجه بيقولها لي بعدين ما عنديش مشكله هفضل قاعد معاك. اسمعوني بقى احنا النهارده هنبتدي اقفل